في دور ال 16 بعد ما عرفت شكل المجموعات والمنافسات ومين ممكن يواجه مين. اولا كده دور ال 16 هيبدا السبت اللي جاي، خميس وجمعه اجازه مفيش مباريات، فالبدايه هتكون السبت اللي جاي والمباريات كلها الساعه 7 والساعه 10. هنبدا مثلا يوم السبت اللي جاي هتبقى المباراه رقم 37 انجولا في الساعه 7 هتلعب مع ثالث المجموعه الخامسه او السادسه، اللي هو مثلا لو جنوب افريقيا النهارده خسرت من تونس فجنوب افريقيا وارد جدا هي اللي تواجه انجولا، لان جنوب افريقيا عندها 3 نقاط ولكن عندها نسبه اهداف كويسه جدا، ليها 4 عليها 2. لو خسرت من تونس النهارده 1-0 هتبقى بلس 1 وعندها 3 نقاط، فهيبقى حظوظها اعلى من الكوت ديفوار، فساعتها هي اللي هتواجه انجولا. فكده اول مباراه ممكن تكون انجولا وجنوب افريقيا، دي اول مباراه في دور ال 16 ده في حاله ان جنوب افريقيا النهارده تخسر من تونس. المباراه الثانيه اتحددت رسمي خلاص يوم السبت اللي جاي، ودي المباراه رقم 38 الكاميرون مع نيجيريا الساعه 10 مساء. نروح لمباراه الحد وبرضه اتحددت رسميا، غينيا الاستوائيه هتلعب مع غينيا الساعه 7. المباراه الثانيه يوم الحد ودي المباراه رقم 40، والرقم المباراه ده بيفرق لما تيجي تعرف مين هيواجه مين في الادوار التاليه دور الثمانيه السيمي فاينال، تعرف طريق المنتخبات اللي هتواجه بعض، فالارقام دي بتبقى يعني ايه ارشاد ليك عشان تعرف مين هيواجه مين. مصر هتلاعب تاني المجموعه السادسه اللي هو النهارده، لو المغرب كسبت بقت 7 نقاط والكونغو كسبت بقت 5 نقاط، يبقى مصر هتلاعب الكونغو يوم الحد اللي جاي الساعه 10 بالليل. طيب خدوا بالكم من حاجه، مصر لو كسبت الكونغو اللي هي لو تأهلت تاني، مصر في دور الثمانيه هتلاعب الفائز من غينيا الاستوائيه وغينيا كوناكري، يبقى بالتالي مشوار مصر اتعرف. لو هتلاعب الكونغو يبقى لو كسبت هتعدي وتروح تلعب غينيا الاستوائيه او غينيا كوناكري. طيب مباريات يوم الاثنين، الراس الاخضر هتلاعب موريتانيا ودي اتحددت خلاص برضو بشكل رسمي. السنغال يوم الاثنين الساعه 10 بالليل هتنتظر النهارده ثالث المجموعه، يا اما الاولى يا اما السته، يا اما الاولى يا اما السته. السته ليه؟ عندك الكونغو نقطتين، تنزانيا نقطه، زامبيا نقطتين، لو حد فيهم طلع تالت عدى الكوت ديفوار هو اللي هيلعب مع السنغال. ولكن لو المغرب النهارده كسبت والكونغو كسبت، اقرب فريق هيواجه السنغال ويتاهل بشكل رسمي النهارده نقول لهم مبروك منتخب الكوت ديفوار، ويبقى عندنا مباراه قويه جدا رغم حاله الكوت ديفوار، ولكن السنغال والكوت ديفوار يوم الاثنين الجاي الساعه 10 مساء طبقا للحسابات اللي قلتها لحضراتكم. يوم الثلاث اخر مباراتين برضو الساعه 7 والساعه 10، اول المجموعه الخامسه اللي مرشح ليها بنسبه كبيره منتخب مالي هيواجه منتخب بوركينا فاسو اللي تاهل بشكل رسمي. اخر مباراه ودي هتبقى ممكن يبقى ديربي عربي او كلاسيكو عربي، النهارده المغرب لو كسبت وتصدرت المجموعه السادسه هتلعب مع تاني المجموعه الخامسه، تاني المجموعه الخامسه النهارده ممكن يبقى تونس لو كسبت جنوب افريقيا، يبقى بالتالي احنا على موعد مع ثلاث مواجهات قويه جدا، المغرب مع تونس، الكاميرون مع نيجيريا، السنغال مع الكوت ديفوار، ثلاث مباريات منتظره قويه جدا في دور ال 16. في المقابل في مباريات محدش كان يتوقعها، اكثر المتفائلين بمفاجآت البطوله ما كانش يتخيل مثلا ان الراس الاخضر وموريتانيا يواجهوا بعض في دور ال 16، او غينيا الاستوائيه تبقى في مواجهه مع غينيا كوناكري، محدش يتخيل شكل وترتيب هذه المجموعه. عموما السنغال في مشوار مصر، يعني المشوار بتاع السنغال، الكوت ديفوار، مالي، بوركينا فاسو، الاربع منتخبات دول في مواجهه اربع منتخبات تانية على راسهم مثلا مصر مع الكونغو الديمقراطيه، غينيا الاستوائيه مع غينيا كوناكري، الاربعه دول هيبقوا في مواجهه الاربعه دول الكسبان هنا وكسبان هنا في مرحله الدور نصف نهائي. اذا السنغال في طريق منتخب مصر، لو المباريات النهارده خلصت زي ما قلت لحضراتكم، المغرب كسبت، الكونغو كسبت، تونس كسبت، جنوب افريقيا، مالي كسبت، لو الاربع منتخبات دول كسبوا ده المشوار بتاع مشوار البطوله خلال الفترة اللي جاية. قلنا لكم موعد مباريات النهاردة، حكام مباريات النهاردة، لو كان في مباراة بكرة بعد بكرة كنا النهاردة هننفرد برضو بالحكام، ولكن خلاص بقى أجازة خميس وجمعة، ومن يوم السبت نروح لدور ال 16 وإن شاء الله بإذن الله يكون منتخبنا موفق في استكمال المشوار. شرحت الحضر.